شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدم لكم أهم الأرقام والدراسات الوطنية والعالمية. وصلتنا للتقرير اللي كانت قدمته المعهد الوطني للصحة بالتعاون مع الجمعية التونسية لطب الإدمان، نتائج المسح اللي قاموا به فيما يخص آفة الإدمان بالوسط المدرسي. واليوم نختم بها وإن سجلت الدراسة ظاهرة جديدة هي أن الفتيات يقبلوا أكثر من الظهور على حقنة السوبيتاكس بنسبة 0.71%. وفيما يتعلق بالإدمان على الشاشة وتلافز، كشفت الدراسة أن التلميذ من بين ثلاثة يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 4 ساعات في اليوم أيام الدراسة، ونهاية الأسبوع تلميذ على 2 يستهلكوا أكثر من 6 ساعات في اليوم. وفيما يتعلق بالألعاب الفيديو، نجد أن التلميذ على 5 يستهلكوا أكثر من 2 ساعة أيام الدراسة، والتلميذ على 4 يستهلكوا أكثر من 4 ساعات في اليوم الأحد والعطل. وبخصوص القمار أيضا بين 14 و16 تلميذ على 7، وبخصوص القمار أيضا 7 على 14 و16 تلميذ لعبوا على الأقل مرة في العام القمار. هذا كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.